ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تيشيرت الكم، ونعمل الكم للتيشيرت باسهل طريقه وبابسط طريقه ان شاء الله تقدري تنفذيها. احنا كنا عملنا قبل كده الاندر شيرت مع بعض، النهارده هناخد من المقاسات ازاي ان احنا ناخد مقاسات الكم بتاعتنا من على الاندر شيرت القط، او لو انا عندي حاجه القط دي ازاي ارفع مقاسات الكم بتاعتي وازاي انفذها عملي على القماش دلوقتي باذن الله. ازاي ارفع المقاسات بتاعت الكم بتاعتي من على الاندر شيرت بتاعي واعملها على القماش؟ هتيجي تجيب المزوره بتاعتك وتمشيها على الحرد او الفحره بتاعت الابط دي او حرده الجيرو، هتمشيها بالطريقه دي، ما تمشيهاش كده والمزوره ثابته على القماش، لا وقفي السن بتاع المزوره كده ولفي على الحرده بتاعت الجيرو بالظبط. طلعت عندنا 24، هتضربي الرقم اللي طالع لك دوت في 4. اهم مقاسات في تنفيذ الكم بتاعك الطول بتاع الكم زائد 6 سم، تمام كده؟ وعندك الايه الفحره بتاعت الابط، احنا قلنا بناخد فرد من الاربعه وتضربيه في 4، ده دوران الايه الزند بتاعك او الايه فحره الايه البطن. دلوقتي لازم ناخد الطول بتاع الكم من الطول، تمام كده، ودوران الكم بتاعك هتاخديه العرض بتاعه من عرض الايه من عرض القماش. هنشوف مع بعض ننفذه ازاي. هتيجي تجيب المزوره بتاعتك وتقيسي طول الكم من هنا كده، الكم بتاعنا عندنا 50، لازم تاخديه في القماش 60، ما ينفعش ان انا اخده 50، لان طبعا عندك التانية بتاعت الكم والكشاتير او الخياطات بتاعتك دي بتاخد مساحة من القماش، يبقى انا الكم بتاعي لو 50 لازم ازيد عليه من 6 ل 4 سم مش اقل من كده. زودت عليه ال 6 سم بتاعتي واقوم جاي عاملة العلامة بتاعتي هنا كده، تمام؟ انا عملت كده العلامة بتاعت الايه؟ بتاعت الطول. هشيل القماش الزيادة عندي دوت، هتني القماش على 2 كده، ونفس المسافه اللي انا قستها من هنا اللي هو طول الكم بتاعك زائد الايه زائد ال 6 سنتي او ال 4 سنتي اللي انت زدتيها، هزودها من الاتجاه الايه التاني. وابتدي برضو قلنا لو معاكي المسطره بتاعتك مش هتعرفي انك تعملي الخط ده بالظبط، ابتدي علمي علشان القماش بتاعك ما ايه ما يمشيش بورد. وابتدي اشيل الزياده اللي عندي من القماش، يبقى انا خدت الطول بتاعي زائد 4 سنتي او 6 سنتي لو حابه الرافيه بتاعته تكون ايه تكون عريضة. الطول بتاعنا خدناه زائد 4 ايه زائد 4 سنتي. عايزة اخد بقى الايه فحرة الابط بتاعتي، احنا كنا قايسين ربع من البلوزة 25، يبقى انا محتاجة اضربها في 4، يبقى انا محتاجة متر. هعلم هنا متر، والاتجاه التاني برضو اعلم عشان القماشة بتاعتك تطلع استريت كده. انا علمت الايه المتر بتاعي، هوصل برضو النقطتين دول ببعض وابتدي ان انا افصل القماش الزياده ايه عندي. هطبق القماش بتاعي، ده طول الكم اهو، ده طول الكم، هجيب الطرف المفتوح دوت عليه، تمام كده. هيطلع القماش معاكي 3 اطراف مفتوحين وواحد متني، حط المفتوح ده على المتني، خلي الاتجاه المفتوح اتجاهك انت، الاتجاه هيبقى معاكي طرف متني واتنين مفتوحين، ده اتجاهك انت، عشان هتعملي قاعدة مثلث دلوقتي ونطلع الكم بأسهل طريقة بإذن الله. هسيب 1 سنتي مسطرة من هنا كده عشان المقص يسند عليها وأنا شغالة، ونفس الحكاية برضو 1 سنتي تحت. يبقى السنتي ده ملوش علاقة لا في طول الكم ولا يخص الكم بحاجة، تمام؟ هاجي اقيس من بعده من هنا كده 13 سنتي وأعمل علامة، وتحت برضو هقيس 13 سنتي واعمل علامه. يا جماعه الخطوط دي وهميه، ان انا بوريك ازاي هتطلعي الكيرف بتاع الحرده كده. انت عملتي مستطيل المتني فوق واللي نتاكد تاني، والطرف المتني والاثنين مفتوحين تحت، هتقومي جايه عامله المستطيل ده عامله فيه مثلث، القاعده بتاع المثلث اتجاه الايه المتني، واقوم جايه عامله الايه الوتر ده في النص كده، هاجي اقيسه اشوفه طوله قد ايه وانصصه. هو عامل عندي 28، يبقى عند ال 14 سنتي هعمل نقطة، ال 14 اللي فوق هنصصها عند السبعة، تمام كده، وأخرج منها جهة الشمال من هنا كده 1.5 سنتي، تمام؟ يبقى أنا خرجت 1.5 سنتي، هنصص ال 14 اللي تحت النص اللي تحت، واجي عند السبعة بتاعتي وأعمل برضو علامة، أدخل يمة اليمين 1.5 سنتي. يبقى أنا كده عملت العلامات بتاعتي. كل القصة إن 1.5 اللي هو اللي فوق دوت خرج يمة الشمال، 1.5 اتجاه اليمين. وتعالي بقى اعملي الكيرف بتاعك بتاع الايه الحدة الكم، هتيجي من اول هنا تمشي على النقط اللي انت عملتيها العلامات دي، وتمر على نقطة المنتصف، وتقومي جاية خارجة كده من ايه من نهاية الزاوية بتاعت الايه المثلث.
يبقى انت كده عملتي الايه؟ الكم باسهل طريقه، هحرده. يبقى كده الكم بتاعي ما متهيألي ما خدش دقيقه معاكي، يعني اسهل طريقه. تمام كده؟ لازم تعملي هنا اهم شيء عندك الفرد او العلامه. ليه؟ لانك لما بتيجي تخيطي في الاندر شيرت بتاعك لازم الفرد ده يجي على خط الكتف عشان الكم ما يلفش منك شمال ويمين. هبتدي بقى احدد الطول بتاعي من هنا كده اهو، اسيب 1 سم من فوق ان انا هخيط الايه الكم من فيه، والطول بتاعي هنا اهوت انا معايا هنا ده الطول الفعلي، لازم اسيب بعده 2 سم للايه للخياط. هاجي بعد كده احدد الوسع بتاع الايه الكم من تحت، وليكن مثلا انا عايزه الوسع بتاعي 20 سم، عملت علامة عند ال 20، وأنا هاتني 2 سنتي عملت العلامة بتاعتي عند ال 2 سنتي. لازم ال 2 سنتي أطلع تاني فوق 2 سنتي عشان لما أجي أرد الكم واتنيه تطلع ستريت مع بعضها والطول الإيه الأطراف. هاجي من هنا كده وأقوم جايبة الإيه العلامة بتاعتي هنا كده لحد آخر الإيه اللي فوق، وأسيب 1 سنتي للخياطة لتقفيلة الإيه الجنب بتاع الإيه بتاع الكم. هاجي أعمل كده أهو، واجي تاني اقوم سايبه من هنا كده 1 سم عشان تقفلت الايه الكم. وطبعا الكم مش محبب فيه ان انت تسيبي فيه وسع او كده عشان ما يعملش ايه كلكعه في القماش او كده. شلت انا كده الزيادات بتاعتي وطلعت الكم بتاعي، ده خط الخياطه الاساسي ودي المسافه اللي انا ايه هخيط عليها. لما اجي بقى اقفل الكم عشان لازما ال 4 سم ال 2 في 2 اللي هي ترد الرده بتاعت الرافيه بتاعت الكم دي لازما تيجي كده عشان الخياطه تبقى في تقفيله الجنب واحده. ده شكل الكم بعد ما قصناه وقفلناه. لو انت ما عندكيش مكنه ممكن تستعيني باي حد ترزي جنبك ان هو يقفله لك. لو انت عندك المكنه هتقفليه باسهل طريقه مش هياخد منك وقت. وهنشوفه دلوقتي على الاندر شيرت بتاعنا بيركب ازاي. هتجيب الاندر شيرت بتاعك وتقلبيه. الاندر شيرت يا جماعه بيكون على المقلوب، لكن الكم بيكون بالعدل. تمام كده؟ الكم يكون معدول والاندر شيرت يكون ايه هو اللي مقلوب كده. هتقومي جايبه خط الخياطه ده اللي هو خط الجنب بتاع الكم وتدخليه عند خط الايه الجنب بتاع البلوزه، وتبتدي كده اهو. لازم الخطين الاثنين دول يجوا مع بعض كده. تمام؟ طبعا انت هتمكنيه على المكنه مش هياخد منك وقت. هتلف كل بقى على الكيرف الحرده اللي انت حرداها بتاعه الجيرو لحد ما تخلصي الكم كامل اهو. واهم شيء ان الفرد بتاع الكم يجي عند خط الايه خط الكتف عشان الكم ما يلفش منك شمال ويمين ويبقى ان هو لافف. لما بتيجي تلبسيه هتشوفين تحسي ان هو لافف. ده شكل الاندر شيرت بعد ما خلصنا الكم وركبناه. طبعا احنا مركبينه بدبابيس، انت هتفنشيها وتكمليها معاكي على المكنه. تابعونا في حلقات جايه كتير هنقدر نعمل معاكم كل شيء نفسك تنفذيه او حابه تفصليه لنفسك او تعمليه مشروع ليكي، واللي حاجه صعبه عليكي اكتبها لنا في الكومنتات واحنا هننفذها لكم هنا قص وخياطه وكل شيء باذن الله. وربنا يوفق الجميع.